أولت الحكومة السورية اهتماما كبيرا في التعليم المهني والتقني والنسوي، حيث حاز التعليم المهني بكل فروعه على الاهتمام الأكبر من قبل وزارة التربية، حيث أنشأت مدارس خاصة بالتعليم المهني وبكامل التجهيزات بحيث تلبي حاجات الطلاب المهني مع وسائل تعليمية كاملة لتأهيل طالب مهني متدرب قادر على الانخراط في السوق الصناعية والتجارية لما له من أهمية في رفض الاقتصاد الوطني. ضمن برنامج حكومي كبير وضمن أيضا مسيرة التطوير والتحديث للتعليم المهني في سوريا طبعا، والتي أطلقها سيد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد. أعزائي المشاهدين، للحديث أكثر حول أهمية التعليم المهني، ونخص طبعا بالحديث ضمن التعليم المهني عن القسم الفني فنون نسوية والرسم التريكي الحلاقة الخياطة. طبعا بيسعدنا أنه يكون معنا الموجهة الأولى لتعليم المهني السيدة فريال رجوب، الموجهة الأولى لتعليم المهني والمسؤول الأول عن مهنتي التعليم النسوي، خياطة الملابس، الحلاقة والتجميل في وزارة التربية. أهلا ومرحبا فيك، سعد لي أوقاتك. أهلا وسهلا فيكم. بداية أستاذة فريال، دعينا نتحدث بشكل عام عن التعليم المهني، ما هو المقصود اليوم بمحور حديثنا؟ التعليم المهني هو يعني اعطاء مهارات للمتعلم عنا او للمتدرب او اي كان فيها المهني فيها. نحن عندنا اسمه شيء اسمه التعليم المهني والتقني للتعليم النسوي. المهني هو للمرحله الثانويه والتقني هو للمرحله ما بعد الثانويه، هي مرحله المعهد انا اياها بسنتين. عندنا بالتعليم النسوي مهنتين، مهنة الحلاقة والتجميل ومهنة خياطة الملابس. مهنة خياطة الملابس تتضمن مهارات متنوعة، إبداعات فيها مثلا بالخياطة، بالكروشيه اللي هي شغل السنارة، التطريز، الرسم بتطبيقات أعمال اللي فيها. في عندنا تصميم أزياء يدويا وعندنا تصميم أزياء حاسوبيا. على مدى السنوات تقريبا الثلاثة بتخلى مثلا برامج هون بتتعدل، هون بيزيد، هون بيكتر عندنا فيها، بس المهارات متسلسلة عندنا من صف العاشر لحد البكالوريا. بيليها بيجي عندنا معهد الاقتصاد المنزلي للتعليم، معهد التقني للاقتصاد المنزلي لمهنة خياطة الملابس. بيصير في اتمام مرحلة ثانية وتقنيات، بيكتسب الطالب فيها تقنيات متنوعة. تماما. عندنا مهنة الحلاقة والتجميل، مهنة بتتضمن مهارات اللي متنوعة جدا، اللي هي الحلاقة بيختص بالشعر، قص، تصفيف، شنيونات، معالج للشعر، معالجات طبعا بسيطة، معالجات تجميلية، معالجة طبية، معالجات تجميلية، ممكن صبغات، ممكن بروتين، ممكن كرياتين، ممكن وفي مواكبة للتطور بهالمواضيع هي، لأنه كل يوم عم يطلع لنا شيء جديد بموضوع الحلاقة فيها. إضافة للقصات اللي هي بتبدأ من تطريف الشعر، القص السوية الوحدة، تظبيط مثلا أو تعديل نوع الغرات بشكل عام، نوع الغرة بشكل عام. في عنا اللي هي قصات اللي بتدرج من القصير للطويل أو بالعكس، فيها إلى تسميات متنوعة، ديجريدي، البيكسي. في عنا مثلا موديلات اللي رفع الشنيونات اللي هي متوسطة ومنخفضة وعالية الارتفاع إلى مناسبات يعني بالنهاية. فمواضيع كثير ومتنوعة. في عنا مثلا للحنة، في عنا شيء بخص الأظافر اللي هلأ صحة الموضة والعصر، اللي هي الجلش والتركيب الأظافر الاصطناعية مع الديزاينات، مع مواضيع متنوعة يعني بالنهاية. تمام. طيب إذا بدنا نحكي أكثر عن مجالات التربية المهنية، وذكرت حضرتك عدة أفرع منها بشكل كامل، خلينا نحكي عن كل فرع، يعني أهميته، مدى يعني الإمكان أنه يكون في حالات توظيف أو فرص توظيف للطلاب. هلا التربية المهنية على فكرة هي مختلفة عن موضوع التعليم النسوي اللي احنا عنا، او التعليم المهني والتقني. التربية المهنية الى بعد طويل، هلا اذا بتريد حبي بحكي عنها شوي ثاني. التعليم المهني له دور في بالتوظيف، اكيد بيعطي مهارات للخريجين من عنا، بيعطيهم مهارات متنوعة. يعني انا اقل ما يمكن اقل طالب بسويته الفكرية او العملية او المهاراتية، يعني ممكن يطلع يعمل مكان للاصلاح الخياطة،
تعديل سحاب، تعديل زر، مثلا اطوال، تقصير بنطلون، بتنوره، تعديل زي معين، تظبيطات مثلا لموديلات معينه فيها. فهي اقل ممكن لاقل مهاره ممكن يكتسب الطالب فيها، تمام. يعني بيفيد نفسه قبل ما يفيد المجتمع فيه اذا كانت مهاراته ضعيفه. والمهارات القويه عندنا هلا، في عندنا خريجين ومدرسات، نحن على ارض الواقع فاتحين ورشات انتاجيه. في عندي مثلا في بحماه، في انستي عملت ورشه خاصه لملابس السهره، في اسي مثلا بلادية عندها خياطات مفتوحة لكل المجالات فيها. ايه في عندنا مهارات كتير حلوة، وطلابنا يعني اذا دخلوا سوق العمل فيها فالورشات بتستقبلهم بكل رحابة صدر، يعني عندهم تمكن من مادة الآلات اللي هي موجودة، معلمهم الماكينات تبدأ من ماكينة الفراشة المنزلية حتى طبعا بالمرحلة الثانوية، حتى الماكينات الصناعية اللي بتعتمد الكترونية كمان، والحبكة المنزلية والالكترونية. تمام. فعندهم مهارات كويسة يعني بتفيد سوق العمل وبتفيدهم شخصيا بالمجال تمام. العمل طيب فيها. أستاذ فريال، خلينا نحكي عن ما هو جديد وزارة التربية بالنسبة للتعليم المهني. جديد وزارة التربية للتعليم يعني باختصاصنا، طبعا باختصاصي انا في هذا التعليم تماما النسوي. هلا حاليا نسوي. اللي صار فيه انه احنا ما عندنا المهنتين على ارض الواقع فيها، ففي صار في اقبال على خياطة، عفوا، على احلاق وتجميل للطلاب، وفي اقبال الى حد ما بخياطة الملابس نتيجة احيانا التكلفة، احيانا بالضبط. طبيعة المواد الموجودة فيها. فنحن عملنا مثل موائمة أو طريقة، يعني عم نعمل توازن بين المهنتين فيها، فعملنا طريقة دمج هلا حاليا دراسي، طبعا قيد الدراسي لسه ما أخذنا قرار فيها، دمج مهنة الحلاقة والتجميل مع مهنة خياطة الملابس. تمام. بصير الخريج عنا بياخذ مهارات متنوعة بالمعهد، بنعمل له تفرعات، تفرعات تكون فيها هي اختصاص كامل، الاختصاص اسمه اقتصاد منزلي، معهد تقني الاقتصاد المنزلي، يندرج تحت منه أقسام، قسم تصميم وإنتاج ملابس، والقسم الثاني هو التزيين. التزيين إذا حب واحد إذا بعد ما أخذ المرحلة الثانوية أخذ فيها مهارات متنوعة، طلع على المعهد، حب شاف حاله يعني بمجال التصميم الأزياء والخياطة، استمر بقسم التصميم والإنتاج الملابس، شاف حاله بقسم التزيين والحلاقة والتجميل، أخذ موضوع التزيين واستمر فيه. يعني على فكرة هو فتح باب مهني بشكل كتير كبير للطلاب أو حتى للسيدات بشكل عام، يعني نحن عم نحكي سيدات ورجال، ولكن طبعا للسيدات يعني فرصة كتير كبيرة طبعا ومهمة جدا، يعني فرصة ذهبية، لأنه نحن بنعرف الواقع الاجتماعي والاقتصادي طبعا للأشخاص، كل دورة بتكلف مبلغ كبير من المال، حد المال حتى تاخذ شهادة طبعا يعني. والشهادات اللي بياخذوها هل هي موثقة أستاذة فريال؟ هل يمكن الاعتماد عليها لبداية العمل، بداية مشروع؟ هلا الشهادات اللي هي معهد تقاني الاقتصاد المنزلي شهاده معترف عليها اكيد، يعني حتى بالمحيط الدولي اللي احنا عندنا اياها معترف عليها، تمام. ولكن لاستثمارها حرفيا مفروض يعني خاصه الحلاقه والتجميل، هي تابعه لجمعيه الحرفيين، تماما مفروض ياخذ على دوره او لاختبار، نعتبر احنا اختبار. اختبار مهارات، بيختبروا مهاراته اذا كان قادر انه يفتح المهنه هاي، بيعطوه تصريح شهاده او مزاوله شهاده. مهنه، مزاوله مهنه بيفتح فيها محل نظام ترخيص نظام يصير له فيها. تماما. يعني بتغنيه يمكن عن شهادات المعاهد الخاصة. إيه طبعا طبعا، بالضبط. لانه نحن مهارتنا يعني شامله لكل، هلا بالمعاهد الخاصه بيعطوك دورات منفصله، كل دوره الى قيمتها الماليه اللي هي صراحه مرعبه يعني بالنهايه على تماما ارض الواقع. نحن عم نعطيه مهارات متنوعه، عم نعطيه حلاقه بكل تفاصيل، عم نعطيه مثلا الصبغات، عالم الصبغات عالم فظيع، كثير كبير. عندنا تمام. مثلا موضوع الميش، هلا اقل شعر مثلا بيطول حد لعند الهون لعند الكتف او قطنه شوي، ممكن ياخذ بالملايين عليه تماما بالميش او مواضيع طبعا الكرياتين او البروتين او المواد اللي هي استخدام تجميلي تماما على موضوع الشعر. فنحن عم نعطيها المهارات كلها، اضافه لموضوع اللي قلت لحضرتك من شوي انه موضوع الاظافر، هو الديزاينات على الاظافر، التركيب على تمام الجليش مع المعدات والتجهيزات اللي رح توفرها وزاره التربيه، يعني هي في موفره هلا حاليا فيها بالثانويات، واكيد رح تتوفر معنا ان شاء الله تمام بالموضوع يعني المعهد. نقله نوعيه جدا رائعه، يعني تحية هذا رأي لكم الأغلبية، كان فعلا احنا عملنا على دراسة هذا المجال يلي فتحتوه، وفعلا هو تعزيز لسوق العمل بشكل كتير إن شاء كبير. الله إن شاء الله إن شاء الله ينقى نتمنى النجاح الصدى لنا وفعلا. والتوفيق في الموضوع هذا إن تماما. شاء الله بإذن طب الله إذا بدنا تعالى. نفرق بين التعليم المهني والتعليم الأكاديمي أستاذة فريال. المهني هو المستوى الثانوي، الأكاديمي ما بعد لسه التقني اللي هو جامعات، احنا تمام. عندنا مثلا مهني تقني اللي هو المعهد، الأكاديمي هو الجامعات. إمتى بيقدر الطالب يكمل
بالجامعات؟ شروط الجامعات احنا عندنا اياها هلا حاليا، احنا للاسف احنا كان في عندنا كليه اقتصاد منزلي في مجامع تشرين باللاذقيه، فتحت لفتره معينه وبعدين تم اغلاقها لاسباب خاصه فيهم. فكان اللي يتيح لطالبنا نسبه معينه، كان الطلاب الاوائل منهم يلتحقوا بالجامعات ويتخرجوا من هيك فيها. هلا نحن طلابنا اللي عم يدخلوا جامعات اللي هن اللي عندهم مهارات الرسم، اللي طالب لخياطه الملابس او اي طالب، هو متاح لكل الناس في كليه الفنون الجميله، بيخضع لاختبار وحسب نتائجه بالعمل اختبار ومهاراته وموهبته، بقى هو بتخول يدخل الجامعات فيها. هذا الحد المسموح لنا فيه لحد الان هلا حاليا. هلا مع الدراسه الجديده نحن ان شاء الله رح نفتح افاق جديده بهالمجال هيدا، لانه في كليه بكليه الفنون الجميله بحلب فيها قسم تصميم ازياء، ان شاء الله رح نحن ندخل فيها بهالمجال هيدا ونتيح لطلابنا. نحن نعرف أن الخياطة هي أيضا مهنة أساسية جداً ومهمة جدا يعني تماما طبعاً. تعتمد على الرسم، تعتمد على الفن بشكل عام، وخاصة مجال تصميم الأزياء. هي كتلة من الفنون بالنهاية، كتلة من الفنون بالنهاية. لما أنت بدك تجيب شخص تختاري له الملابس، أنت بتكوني بنظرة فنية، أخذت إذا حددتي الموديل، حددتي اللون بيناسب بشرته، حددتي له التصميم اللي بيناسبه لجسمه، عنده جسمه مثلا جسمه ممكن يكون متناسب بانيكان، ممكن يكون عنده دفويات، يعني في شيء مو ظابط معه بالنهاية بجسمه بتحاول تغطي عليه. ما يعني هالفن هيدا يعني بيشتمل مع تحديد القصات، مع تحديد التزيينات، مع يعني كل هالتفاصيل، فهو كتله من الفنون. انا بحسه بالنهايه ما في شيء بينفصل عن ثاني. تمام، رح نتابع حوارنا اكيد. لا بس في معنا ماده فيلميه اعدنا زملائنا بالاعداد لزياره السيد وزير التربيه لصاله او معرض بالجولان، تفضلوا زملاء. الحقيقة هو العمل بياخذ الاتجاه، ما بنحكي فيه التجاري، بنحكي فيه التشجيعي. احنا حريصين كثير على انه طلابنا كمان يبرزوا اعمالهم للجمهور. الحقيقة اعمال فنية حلوة من طلاب، يعني بتبقى مشاريع تخرج، مشاريعهم السنوية، هذا يفترض فينا احنا نشجع عليه. الفكرة التسويقية بتلعب دور كتير كبير، لكن نحن هلأ ملنا بإطار نسوق بالطريقة التجارية، نحن نسوق بطريقة الدعم اللي هي بتدعم طلابنا وبتخليهم هن يشتغلوا على حالهم أكثر وأكثر. يعني أنا ما بدي ملاحظة ولا سير محافظ على قطعة معينة، ما بنبديها لأنه نحن مستائين ولا متضايقين، نحن بنبديها مشان يصير في عنا الفينيشينج يتحسن مثل ما بيقولوا اكثر واكثر. انا بتمنى فعلا لحنا، وهلا حكيتها قبل شوي، انه في حدا من هاللي بيدعم الطلاب يعني يجي ويقول انا والله باخذ كل انتاجهم وبوزعه، هذا بيكون عمليه دعم كثير كبيره. بس بدها واحد مليان، مو شر والمحافظ والوزير، يعني بدها تجار كبار يجوا ليشجعوا هالتلاميذ. هذا هي انا بشد على اياديهم، سواء للساده المدربين مدرسين والطلاب كلياتهم، وبتمنى فعلا يعني انه هالصاله الحلوه هي تاخذ هيك طريقه للنجاح شوي شوي. نحن اليوم نعتبر وضعنا حجر اساس لانطلاق المشاريع الصغيره والمشاريع الصغيرة بكادر طلابي علمي مؤهل ترفع القبعة لوزارة التربية وللأساتذة المشرفين على تعليم المهني. الجولة اللي كنا فيها هلأ استعرضت كافة تقريبا المطلوب للسوق المحلية، سواء كان أعمال معدنية ولا سواء كان أعمال نسيجية ولا كانت أعمال خشبية. ولكن مثل ما حكى السيد الوزير، نحن هلأ بحاجة لعلم جديد هو علم السوق. هل يا ترى أنا بهالمنتجات بقدر ضاهي السوق؟ بداية لازم يكون أحد من التجار الداعمين
المنتجات تنباع بصالات السوق للتجزئة بشكل يشجع التعليم المهني. إضافة بدنا نمشي بنفس المسار اللي هو علم التسوق وعلم السوق، شو حاجة السوق وشلون أنا بشتغل بالعلم اللي بيقبله السوق للتسويق. هذا كله بحاجة بعد ما حطينا حجر الأساس صار له دراسة وعناية جديدة. الأنسي مدير ثانوية محمد نمر الحسن، الأنسي ابتسام سعيد ريحاوي، أنا مدير اتصالي هون. هاي أعمال البنات طالباتنا خلال السنة كلياتنا اشتغلوا وتعبوا عليها كثير، وإنا لنعرضها مشان تصير عندنا صالة بيع، بلكي بتنباع الأغراض، وتعبوا عليها كثير بنات خلال السنة وصار في شغل كثير، وكلياته أكيد من جهود أنساتهم. وحبينا نعمل هالصالة هاي مشان نشوف إذا في إقبال للبيع، إذا صار في إقبال للبيع بيصير عندنا شغل أكثر ويصير بيع لبرا. الأنسة سهى شريتح، مدرسة فنون اختصاص خياطة ملابس. هي سوق إنتاج وصالة إنتاج بتتضمن أعمال الطلاب كافة والمعاهد، بتتضمن الخياطة بتبلش عنا من 10-11 بكالوريا، وكل صف له الأطفال بتروح للعاشر، بالحادي عشر بيكون تنورة وبنطلون، بنطلع للبكالوريا بيكون عندهم جواكيت وقابات وفساتين سهرة بتجي بالمعاهد. أستاذة فريال، قبل ما نكمل بحوارنا خلينا نعلق شوي على المعرض. فعلا هو نتاج أعمال الطالب خلال العام الدراسي بشكل عام، يعني كان في مجموعة واضحة أنه هو قادرين يدخلوا بمجال سوق العمل بشكل كتير كبير، يعني بتقنية وبدقة يمكن إنتاجية كتير حلوة. يعني قديش المتابعة معناها فعلا هي خطوة بخطوة لهدول الطلاب؟ هلا اكيد لو ما في متابعه ما كان في نتاج عندك من تمام. في عندك متابعه تبدا من مدرس الصف نفسه الى الكادر الاداري، المدرسه بالكامل، التربيه اذا توسعنا فيها، التربيه اللي هي تابعه المدرسه الى حتى الوزاره فيها في متابعات دائمه. نحن هلا اشرافات دائمه، التوجيه الاختصاصي له اشرافات دائمه، المدرس له متابعه دائمه مع الدروس. فهي نتاج عمل طالب تمام. ومدرس تمام يبدأ من بداية العام الدراسي ينتهي بمنتج. طبعا منتجات متنوعة، على كل تمرين في عندنا نحن منتج تماما. فهذا كان تعزيز لمهارة الطالب او يبين لنا نحن شو يعني مدى تعب المدرس معه خلال العام الدراسي، شو عطى تمام. شو كان نتاجه. إضافة لموضوع مشكور السيد وزير التربية انه كان بتواضعه وهو اللي حضر في هالمعرض البسيط كان فيه كإنتاجي فيها، اللي هو شجع المدرسات وشجع الطلاب على موضوع الإنتاج على القانون 38 اللي أتاح لنا نحن كتعليم مهني سوق إنتاجي مربح. إن شاء الله يلقى هيك الضوء الأخضر فيها والنور الجيد يعني بالنسبة للناس، وإن شاء الله يكون هيك إحنا نقدر نكون قد هالمسؤولية بالنهاية. إن شاء الله أكيد شاء الله. جهودكم كتير كبيرة وفعلا تحية لكم على هالجهود الجبارة. أستاذة فريال، خلينا نحكي عن عدد المدارس الموجودة المهنية وخاصة الفنية الموجودة بسوريا. أوكي. أنا في عندي المواقع الموجودة بالنسبة للإحلاء والتجميل فيها عندي بأربع محافظات فقط مبدئياً. في عندي خمس مواقع الآن، الآن في حمص في عندنا موقعين، وموقع الثالث يعني كان يعني بدايته لسه يعني ما أثمر قيد تمام. الإنجاز أي خياطة الملابس عندي 188 مدرسة في كل المحافظات تمام. في كل المحافظات عدد الشعب إذا بدك إياها تفصيلية موجودة عندي أنا مثلاً اللي كانت طبعاً سنة الماضية العام اللي فات كان بالعاشر عندي 222 لخياطة الملابس تمام. عندي بالحادي عشر 212، البكالوريا 199، بالحلاقة عندي 6 شعب هون كانت. طبعا هي عدد الشعب مو عدد الطلاب، أسفة إذا كنت عدد الطلاب، هي عدد الشعب بالمحافظات يعني بالنهاية. اللي قلنا بالعشر 222، بالحادي عشر 212 شعبة، بالبكالوريا 199 شعبة، بالحلاقة عندي 6 شعب للعاشر، 6 شعب للحادي عشر، وأربع شعب للبكالوريا. هاي هن الموجودين. تمام. طيب اذا نحكي عن تجهيزات خلصنا هون هي تمام. هي اعداد المواقع والمواقع تماما. اذا بدنا نحكي عن تجهيزات العام القادم كيف بلشتوا وشو هي اهم الاجراءات اللي بدكم تتخذوها؟ في تجديد عن العام الماضي ام هلا؟ التجهيزات او الشغل اللي بدانا فيه حاليا اعداد الخطه الدرسيه للعام الدراسي القادم لعام 24-25. إذا في تعديل علي أحيانا ممكن تعدل بعدد الساعات، أحيانا ممكن تعدل بالدرجات أو فيها بهالعمومة هيدا.
شغله ثانيه، سنه في عندنا هلا تعليمات القيد والقبول، فعندنا تعليمات القيد والقبول الموجوده اللي هلا للناجحين للصف، يعني اللي نجحوا تلاسي هلا كيف راح يدخلوا آلية الدخول للتعليم المهني عنا بتفاصيله، اللي كان صناعي ولا تجاري ولا تعليم نسوي بهالموضوع. هيدا هي التجهيزات اضافه لنحن عم نشتغل كمان كدراسه لتامين المستلزمات التدريبيه للطلاب في المدارس بشكل مركزي، يعني عن طريق وزاره التربيه. كانت قبل هي تصير عن طريق المديريات، الان دراسه انه تكون هي شيء يعني مركزي يكون فيها، انه يكون كل الطلاب اخذين سويه واحده من نوعيه بنوعيه الماده العامه ينفذوا فيها تمارين من خلال العام الدراسي. تمام استاذ فريال، رح نتابع هذا الحديث، لكن اسمحي لنا ان نشارك بهذا الحوار. معنا من حلب الاستاذه ايمان لبابيدي، موجهه اختصاصيه في الفنون النسويه قسم الحلاقه في محافظه حلب. اهلا وسهلا فيك، يسعد لي اوقاتك. اهلا فيك اهلا سلامات. هلا اهلا وسهلا فيكي استاذه ايمان. تحكي لنا شوي عن الفنون النسويه، تحكي لنا شوي عن المدارس الموجوده عندكم، كيف فعلا اليه العمل، كيف الدافعيه، كيف الاقبال فعلا من قبل الطالبات او الطلاب في هذا المجال؟ تفضلي. هلا نحن عندنا الفنون النسويه كثير مجالاتها متنوعه، عندنا خياطه ملابس، عندنا الحلاقه والتزميل. خياطه ملابس فيها كثير مهارات متنوعه، فيها خياطه ملابس، فيها التطريز والكروشيه، فيها تصميم الازياء يدويا وحاسوبيا، فيها الفنون التشكيليه كمان. في عندنا الحلاقه والتزميل اللي تشمل كل اشكال الحلاقه، يعني من القص، من الميش، من سشوارات، من كرياتين، تسبيل شعر، تجعيد، التزميل، تنظيف البشرة، المكياج، الأظافر، يعني فيها شغلات متنوعة. ونحن عنا أقبال بالنسبة للطالبات لخياطة الملابس، كمان للحلاقة والتزميل، في عنا أقبال للطرفين. يعني بالنسبة لسوق العمل، يعني بتفيد الطلاب كثير من هالشغلات هي، من هالمهارات هي، بحيث إنه يعني يقدروا يبدوا فيها شغل او يبدوا فيها عمل باي ورشه، باي معمل، باي مكان، بيقدروا يعني يبدوا بعمل. نعم. يقدروا يصرفوا على حالهم منه. حلو كثير، يعني فعلا تحكي لنا شوي عن الاقبال، راي الاهل، كيف التعاون عم بيصير فعلا، عدد النشاطات اللي عم تقوموا فيها، في معارض عم بتقوموا فيها من خلال يعني عرض اعمال الطلاب خلال العام الدراسي، مسابقات، يعني هيك امور حتى فعلا يتم تشجيع هؤلاء الطلاب. هلا نحن في عنا اقبال بالنسبه للفنون النسويه كثير، وخصوصي للحلاقه والتجميل عم يصير عنا اقبال كثير منيح بالنسبه للطالبات. تمام. يعني الاهالي حتى عم يشجعوا اكثر انه الطلاب يدخلوا على الحلاقه والتجميل، لانه لها وارد مادي يعني كثير. تماما. منيح. تمام. شفتي هلا نحن يعني الوضع شوي المادي، العالم كلها عم تحاول تسعى انه للافضل. تمام. تحسن من وضعها المادي بالنسبه للاهل، هن اللي عم يشجعوا اولادهم على هالشيء، فصاير نحن عندنا امورنا هي اكثر انه تشجيعيه اكثر ما انه تكون ماليه، او اكثر ما انه تكون يعني ماديه بصراحه. تمام. دائما نحن عم يصير عندنا دورات مثلا او مسابقات، عم يشتغلوا بجمعيات، يعني هلا الطلاب اللي عم تطلع من عندنا عم بيروحوا على صالونات عم يشتغلوا، او في حتى منهم عم يشتغلوا بورش اللي بالنسبه لخياطه ملابس، عم يروحوا عم يشتغلوا بورش المعامل، عم يساهموا بمعارض. دائما نحن كل ما بيطلع منتجات بيشتغلوا فيها بالنسبه لخياطه الملابس، عم بيعرضوا اعمالهم المدرسين المشرفين على الماده، عم بيعرضوا اشغال طالباتهم كلها بالمعارض. يعني نحن دائما مستمرين في المعارض وفي الانتاج. تمام. بالنسبة للحلاقة والتجميل كمان قلت لك عم بيشتغل بصالونات، عم بيمارسوا مهن او شغل المهن الحلاقة والتجميل بالجمعيات المختلفة بحلب. بالنسبة عندنا عدد شعب مدرسة فنون حلاقة وتجميل وحدة في عندنا بحلب، والباقي كلياتهم في عندنا خياطة ملابس، المدارس المتبقية شي 13 مدرسة او 12 مدرسة خياطة ملابس بحلب.
تمام، أكيد نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح، وشكر لجهودكم المبذولة. شكرا جزيلا لحضرتك. بتشكرك كثير، بتشكر أنا سفريان رجوب لأني لها الدور الأول والأخير بكل هالنجاحات، بكل وبنجاح التعليم المهني بشكل عام. يعطيك العافية أنت والأن سفريان رجوب. شكرا جزيلا لحضرتك الأستاذة إيمان لبابيدي، موجهة اختصاصية في الفنون النسوية قسم الحلاقة في حلب. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا أستاذة، يعني الشكر كان موصول لحضرتك أكيد. فعلا عم نلاحظ هذا الإقبال الشديد، العمل بمحبة فعلا لمواكبة ظروف الحياة للأسف الاقتصادية الحالية. وأيضا يعني مهنة الحلاقة إلى شروط معينة للقبول أم لا؟ هلا اول شيء بدي اشكر الأنسة ايمان، شكرا على حديث الراقي والفهمان يعني تفاصيل العمل كله، مشكوره جهودها هي كمان جهود، لولا احنا ما بننجح لولا هن نجاحاتنا على ارض الواقع كموجهين اختصاصيين ومدرسين وطلاب بالنهايه، احنا نجاحاتنا من نجاحاتهم هن. تمام، الشكر لهم كلهم. آلية القبول احنا عندنا هي عباره عن مفاضله، بتصير تسجيل الطلاب بالمهنيه بتعليمات الخير للقبول، كيف بيساوي يعني بيتركوا مجال للطلاب انه يشتغلوا يسجلوا. نقول احنا يعني في تسجيل مرحلة أول مباشرة بيحك إلك تسجلي أي مادة بدك إياها، أي اختصاص عفوا أو أي مهنة بدك إياها بالمرحلة الثانوية. في تسجيل مرحلة ثانية إلى آلية عمل غير ومرحلة ثالثة. فنحن بيصير عندنا آلية القبول في عملية فرز بين درجات طلاب وآلية الاستيعاب لعدد الشعب الموجودة بالمدارس. مثلا كل المدرسة ممكن تستوعب 100 طالبة، ممكن مثلا 50 طالبة، ممكن حسب المجال، لأن في مدارس نحن عندنا ملحقة وفي عندنا مدارس لحالة يعني موجودة. مثلا مدرسة فنون نسوية هي لحالة تعليم نسوي، خياطة الملابس فيها كم أكبر، أما لما بتكون مدرسة ملحقة فبيكون في عدد الطلاب فيها أقل. فهون بيصير آلية التوزيع على نمط وعلى قوانين القانون القيد والقبول للطلاب، عملية فرز نظام يعني لكل الاختصاصات بيصير فيها. تماما، يعني حتى يمكن مهنة الخياطة نحن بنعرف انه هي رافد اقتصادي للعائلة، وتعلمها يمكن هو بالنسبة للطالب امر ما كثير صعب، يعني ما في كتير صعوبة بتعلم هاي المهنة، فقط يمكن اتباع التعليمات الواجب اتباعها من خلال المنهج الدراسي. برأيك يعني هل المنهج الدراسي وافي لكل المعلومات وخاصة يعني طرق الاستخدام والاستعمال وما إلى هنالك؟ هلا منهج لكل فرع يعني طبعًا، خاصة الخياطة. طبعًا. لا هلا اكيد كل فرع لحاله مستقل فيها خياطه الملابس. تبدا عندنا مثلا اللي هي اساسا اللي اسمها خياطه بالنهايه، تبدا من اخذ المقاس للشخص اللي عم تعطيه، ان كان اطفال ولا كان سيدات، اخذ المقاس، طريقه توزيع المقاسات، كيف تاخذي محيطه، محيط الصدر، محيط الورك، كيف التقسيمات، كيف تطلعي عرض المخطط اللي هو مثلا بشكل مسطح على ورقيات، كيف تنزلي الموديل، كيف تحطي الخطوط الاساسيه، كيف طريقه القص، كيف طريقه مد القماش بالعموم، كيف تختاري حتى نوعيه القماش، كيف آلية العمل. يعني في عندنا نحن مادة المواد كلها متزامنة، مثلا عندي أنا بالعاشر الخياطة بتتبع الأساسيات اللي نحن عم نحكي عنها، إضافي بيكون متلازم معها بمادة تانية هي تدريب على الآلات، اللي بين المعلم وطالبي أنا غرز الخياطة الأساسية بداية، مثلا بالإبرة والخيط اللي علمت السراجة، علمت اللف، علمت اللقطة اللي هي أنا بحتاجها في كل أنواع الخياطات، بكون عم أعلمه بمرحلة تانية عم أعلمه الآلة. لما وصل لمرحلة إتقان الآلة عندي إياها، أنا صار ما عاد بقى عندي يشتغل لي القطعة على خيط وإبرة، صار إنه الإنهاء بخيط وإبرة بس هو البداية الأساس لعمل بالماكينة، عرفتي كيف؟ فهي عمليا نحن كل ما يخص الخياطة نحن بنعلمه إياها بمدى السنوات الثلاثة أو الخمسة نحن لخياطة الملابس. ما في تفصيل الا دخلنا فيه، ما في عمل الا دخلنا فيه، وفي حتى في توسع يعني في مهارات احيانا شخصيه من قبل الناس اللي تشتغلوا على التاليف ادخلناها، لان كانت مهارات حلوه كانت بالنهايه، انه انا اشتغلت هيك طلع معي جودي بالعمل، اشتغلت انا هيك صرت طلع عندي نوعيه منيحه بالعمل، فدخلنا بعض المهارات الشخصيه او النجاحات اللي على ارض الواقع دخلناها ضمن منهجنا، وكانت يعني لا تروج كثير حلو يعني بالنهايه. لذلك انا بعتبر انا يعني انا حسب ما اشتغلنا من صف العاشر لحد المعهد فيها انه عندنا تفصيلات كامله لكل انواع الخياطه، لكل تفاصيل في شيء بالخياطه. تماما، طيب رح نكمل هذا الحديث، لكن اسمح لنا ان نذهب لماده في المية ايضا نتحدث فيها عن الخياطه ونعود لنكمل الحديث، تفضلوا زملاء.
تميسة عبجي، رئيسة قسم بالمعهد التقني للاقتصاد المنزلي للفنون النسوية المعهد الأول بالمنزل. طبعا نحن عندنا الطالب بيتخرج من بعد البكالوريا، بكالوريا الفنية حصرا، طبعا بيكون هو عنده معلومات بيجي على المعهد بنزد له معلوماته زيادة. طبعا هو بيكون بالثانوي أخذ الأطفال، بيجي لعنا بياخذ للسيدة والرجالة وبننمي له مثلا شو في عنده قدرات، شو في عنده مواهب بننمي له اياها. طبعا احنا في ماده بالاضافه لماده الخياط في عندنا ماده التطريز كمان، بنعلمه كمان كيف بيطرز، كيف بيشتغل الكروشيه، بننمي له مواهبه. هلا هون احنا عندنا الطالبات عم يرسموا مخطط الجاكيت الرجالي. طبعا هنا اول شيء بيكون موجود عندهم الموديل، بعدين بيرسموه على الورق الكارو بهالشكل. بعد ما بيرسموا المخطط الأساسي بينزل الموديل على المخطط، بعد ما نزلوا بيفصلوه بيشوفوه بهالشكل، بيصير هيك بعد ما يفصل على هذا الورق بيصير جاهز للقماش. مجرد ما انتهت هي المرحلة بيصير جاهز على القماش، بيحطوه على القماش وبيقصوه طبعا بأخذ العلام وبيطبقوا بعدين على ماكينات الخياطة، وهيك بيكون عندنا جاكيت بالنهاية بيطلع بهذا الشكل. أنا الطالبة بتون مشرقي سنة أولى معهد الاقتصاد المنزلي، درست بياسين الشيخ نعيم، بعدين نجحت وإجيت على هذا المعهد اختصيت بمجال الخياطة. أخذنا بالفصل الأول عن الفساتين وهيك، وهلأ أخذ عم ناخذ عن الجواكيت، وهلأ عم فصل جاكيت رجالي. أستاذة يعني خلينا نحكي شوي عن مديرية التأهيل والتدريب بوزارة التربية، تقوم بإعداد برنامج كل عام لا يمكن رفض دورات دائمة بشكل مستمر. هون خلينا نحكي أكثر بالتفصيل عن هاي الدورات. هلأ الدورات التدريبية نحن عنا بتصير لصقل معلومات المدرس أو لرفض المدرسين اللي عندهم هيك ضعف في أداء مهمة معينة، نعطيهم مواضيع تقوية لهم بالنهاية. فنحن عمليا عندنا برنامج سنوي بتبعت لنا يا مديرية التأهيل والإعداد لعنا والتدريب لعنا على المديرية، فلبيان كل اختصاص مدى حاجته للدورات فيها. من قد احنا بنكون عاملين بخلال العام اللي قبل سنة الماضية احنا عملنا جولاتنا على المحافظات، اجتنا لوائح توجيهية من الموجهين الاختصاصيين والمتابعين، شفنا مثلا اعمالهم النهائيه ان كان من معارضهم او اي شيء ثاني، بنقيم العمل. هل دخلنا مثلا على مدرسه، دخلنا على صف معين، شفنا اداء المعلمه الى حد ما يحتاج الى دعم ورفض معلومات زياده فيها. فهي بيتم استدعاء بالصيف بالتعاون طبعا مع مديريه التربيه فيها. احيانا في عندنا دورات مركزيه، عندنا دورات شبه مركزيه وعندنا دورات محليه. فاذا كان الكم كبير بنساوي دورات مركزيه، اذا كان الكم اقل شوي او بعض المحافظات بحاجه لهم بنساوي احنا دورات شبه مركزيه بتعتمد على بعض المحافظات. الدورات المحليه هي بتاخذ الكم الاكبر من المدرسين ولكن في مكان واحد. يعني مثلا انا اذا كان عندي لنقول احنا 20 معلمه من محافظه واحده تحتاج الى صقل معلومات او زياده مهاره في ماده الخياطه بعملها محليه. خلص هني ال 20 وحده او ال 25 اللي حتى لو نضاف عليهم عدد معين انا ممكن مثلا اعمل لهم دوره محليه لهم بكوادر تدريبيه قد تكون من داخل المحافظه او قد تكون من وزاريه حسب الامكانيات المتاحه بالجهتين فيها. فهي عمليا هالبرنامج احنا بنعده من بعد دورات محليه، دورات شبه مركزيه، ودورات مركزيه. ونتاجة انا الدورات المركزيه كثير كثير بحب التعاون هيك العمل فيها. هلا انا من اسبوعين تقريبا عملنا دوره في تربيه حمص لمهارات الحلاقه، دوره رائعه جدا صراحه. يعني كان فيها مهارات، يعني اتمنى لو كان في تواصل بينه وبين يعني هو في تواصل دائم اكيد مع التربويه احنا اكيد فيها، بس لو خبرناهم عن الموضوع هذا وصوروا العمل تمام. فيها كثير كانت ناجحه وكثير كانت رائعه. اضافه لدوره اللي بعد منها كانت في حلب اشتغلنا على موضوع الالات التخصصيه. احنا عندنا في مرحله ثانويه الات اللي هي منزليه او بتتحمل في ورشات صغيره. لا الدوره اللي عملناها هي الالات التخصصيه اللي هي ممكن بالمعامل موجوده لدعم القانون 38 بانتاجه بيتطلب منك ماكينات او اعمال الى خصوصيه في العمل. مثلا مثل عملنا على ماكينه الرشه، عملنا على ماكينه الروليت، عملنا طلعنا انتاج يعني
جميل جدا. هي حقيبه مثلا متضمنه تقريبا شيء 9 مهارات حقيبه متضمنه 9 مهارات حقيبه من قماش الجينز، وانتجنا القمصان الداخليه القطنيه. طبعا لتفاصيل كثير، القميص الداخلي القطني له 3 ماكينات. تمام. اي له 3 ماكينات فيها. نحن عملنا هالدوره هي كمان من فتره سابقه من شيء اسبوع تقريبا بحلب، فكان كمان نتاجها كتير حلو وكتير رائع يعني. تمام. فالدورات هي مفروض تكون بشكل دائم ومستمر. احيانا في معلومات بتطلع لك جديد، في عندك احيانا لتطوير المهارات. تماما. البيت عندك يا دائم. صحيح. مهارات اليوم كل يوم في شيء جديد. صحيح. فانت بتدعميه في هذا الموضوع، اذا كان بيفيدنا بمجال عملنا احنا بناخذه ومنعده، حتى لو ما كان ضمن الكتاب المدرسي ممكن احنا نضيف مهارات للدورات فيها، فهي عامل كتير اساسي وكتير مهم للمدرس بشكل تماما. عام. طيب اذا بدنا نحكي عن طلاب التعليم، الامتحانات الثانوية، خلصوا امتحانات، هل الدورة الأولى خلصت؟ الدورة الأولى. هلا الدورة الثانية. طبعا. كنتم راضين عن النتائج بشكل عام؟ نتائج النجاح للأمانة لا، يعني السنة بالذات كانت إلى حد ما يعني مو مرضية زيادة، بس إنه أغلب الأخفاق الطلاب كان بالمواد الثقافية العامة. الثقافة العامة يعني مثلا انجليزي، رياضيات، فيزياء. يعني دائما الطالب بيقول لك انه انا بالتعليم المهني او النسوي بعتمد على الاشياء العمليه، يعني انا داخل حتى اتعلم مهنه او اتعلم حرفه حتى اقدر اخذ منها بالمستقبل مهنه لإلي. يعني هون شوي بهمش الثقافه العامه مثل ما ذكرتي حضرتك باقي المواد. تمام. هون وهذا عم ياثر على مستوى صراحه، عم ياثر على نجاحه وعم يروح يمكن عم بياثر على معدله. هلا بغض النظر عن المعدل عم يروح احيانا سنه كمان. هلا احنا المواد التخصصيه انا هلا بالدوره الثانيه اللي احنا هلا متابعين عملنا، قدمنا ماده الاسبوع الماضي وعندنا بكره ماده ثانيه ما بيتعدى اصابع اليد مثلا احيانا بتقديمي في القطر العربي السوري للمواد التخصصيه عم بحكي. تمام. مثل فن التفصيل والخياطه، مثل فن التشكيليه والتطبيقيه، مثل تصميم الازياء، يعني اعدادهم كثير ضئيله. صح. عددهم كثير ضئيله. يعني انه في لانه بحابين المهاره والشغل فيه، اما المواد الثقافه العامه للاسف اني عم يظلموا نفسهم لانه صار في تعديل للمناهج المواد الثقافه العامه. مواد الثقافه العامه خاصه ايضا بالمهن ولا لا؟ اشتغلوا فيه على موضوع الانجليزي، اشتغلوا السنه الماضيه وكان يعني مواضيعه حلوه متناسبه مع ماهيه المهنه اللي عندنا اياها. تماما. رياضيات كمان اشتغل على المنحه هذا، بس هلا حاليا كمان في لسه اعاده نظر بهالموضوع هذا، هيك يعني كانت في دراسه العلوم بركي يعني يشوف وصلنا سويه معادله مع سويه الطلاب. لما بيكونوا فعلا المواد الثقافيه اللي عم تتحدثي عنها حضرتك لما بتكون متعلقه بالمهنه اللي عم يدرسها الطالب، يمكن هون بيصير في ارتباط وثيق بين المهنه وبين الدراسه، يعني هون يمكن بيصير عنده اهتمام اكبر حتى يقدر يعرف مثلا مثل اللغه الانجليزيه اذا نقول معاني او مفردات بتخص المهنه اللي عم يدرسها، يمكن هون بيصير في إقبال أكثر للتعلم، أو يعني من أنه مثلا عم يدرس مواد ما إلى علاقة بالمهنة تبعه. أنت برأيك ممكن مثلا نقدر نطور هاي الآلية؟ هي اشتغلوا فيها اللغة الإنجليزية، اشتغلوا فيها على المنحة هيدا، أخذوا المفردات اللي عنا إياها الواردة عنا بكتبنا نحن المواد التخصصية واشتغلوا فيها على يصير في تماسج بيناتهم. وحاليا عم نشتغل على موضوع احنا الاسبوع الماضي كان في اللي وجود مع الانسه مع منسقه اللغه الانجليزيه بالمركز تطوير المناهج مع الدكتوره ناديه مشان ماده اللغه الانجليزيه لمستوى المعاهد، كمان اخذوا معنا مفردات مشان يكون في يعني تمازج بين طبيعه الماده عنا وشو متطلبات الماده عنا مع اللغه الانجليزيه. تماما. معنا اتصال من محافظة اللاذقية الأستاذة سهير حاج محمود، موجهة اختصاصية في الفنون النسوية. أهلا وسهلا فيك، يسعد لي أوقاتك. يا أهلا فيك. يا أهلا وسهلا. يسعد أوقاتك. عم نحكي نحن عن فعلا ماهية التعليم النسوي والفنون والمهن الموجودة عنا بمناهجنا بشكل عام، عم نحكي عن الإقبال لطلابنا، عم نحكي عن رفدة بالاقتصاد، ففعلا نحن عم نحكي عن أهمية التعليم المهني والنسوي. برأيك أستاذة سهير أيضا بمحافظة اللاذقية، هل تابعتم يعني مسير أو سير العملية الامتحانية، سير الدورات، الاهتمام بهذه المهنة؟
والله نحن عنا عملية سير امتحانية كانت كتير كويسة، ومثل ما حكت الأنسية فريال مشكورة أني كان تثبت الرسوب فقط بالمواد الثقافية، بس المواد العملية كلها تنأتقن وكان منتج كامل طالع معهم، يعني مادة الخياطة ولا مادة الرسم والكروشيه والتطريز وتصميم الأزياء، بس كان الرسوب يعني بس ما نسبة كبيرة الحمد لله، نسبة النجاح كانت عنا تقريبا بحدود 65 أو 70%، بس بالمواد الثقافية فقط لا غير. تمام. هلا نسبة الإقبال عنا نحن هون في أعداد كويسة عم تجي لعنا، عم تسجل فنون نسوية عن رغبة، مع إني بكون بيطلع لهم يعني إذا بدهم عامة، في عنا عدة طالبات مجاميعهم كويسة كتير، بس هن حابين يدخلوا فنون نسوية وعم يدخلوا بيتعلموا مهنة وعم يتقنوها مضبوط مضبوط. طبعا يعني هي عم تساعد على الوضع المادي بتعرفي أنت بشكل عام طالباتنا نحن هون اللي عم تتعلم خياطة مثلا، مثل عم تحكي عم تفتح ببيتها على مكنة وحدة، كان تغيير سحاب ولا تطويل ولا تقصير ولا تضييق ولا أي شيء، عم تستفيد من المهنة مضبوط يعني وداخلين برغبة. تمام. وهذيك يعني السنة كان عندنا مجموعة من الطالبات دخلوا كلية الفنون الجميلية لإتقان شغلهم بالرسم، أبدعوا بالتصميم وبالرسم كتير كتير، وإجا قبولهم كتير، كان علاماتهم كويسة ودخلوا على كلية الفنون الجميلة من وراء حبهم للمواد الموجودة عندنا. تمام. يعني إذا بدنا نقول كمشاريع، كبداية مشاريع صغيرة، يعني بيستطيعوا فعلا يفتحوا مشاريع صغيرة ويتم تمويلها بشكل عام، وصار عندهم مهنة نظامية بشهادات نظامية. شهادات نظامية. حتى نحن عندنا عدة مدرسات هون، مثل ما الأنسة فريال تعرف الصورة، هي فاتحين مشاريع خاصة فيهم وعم يجيبوا طالباتهم الشاطرين اللي ما إلها قدرة تفتح مشروع ببيتها، عم يشغلوهم معهم. يعني أنا عم بتفاجأ بدخل على الورشة عند إحدى المدرسات أو الزميلات، عم لاقي طلابة عندها عم يشتغلوا، هذي خلصوا دوام إجوا عم يشتغلوا بعد بالعطلة الاتصافية عندي. يعني دليل على اني عم يتقنوا الشغل، بس هي ما عندها مقدره مثلا الطالبه اني تفتح مشروعها، بس عم يطلعوا بمهنيه وبمهارات كثير عاليه عندنا. تمام. يعني شيء جميل فعلا. سريع، شكرا على رايك. بدوره الالات التخصصيه في حلب هي حضرتها الانسه سهير. تمام. عم نحكي عن دوره يلي اقامتها وزاره التربيه بحلب للالات. دورة كانت قمة يعني بالمعلومات اللي اجتنا، معلومات قيمة كتير كتير، آلات تخصصية جديدة حتى تفاجأنا فيهم المدرسات اللي عنا، اني آلات جديدة العراوي والأزرار والرشة. طلع من خلال هاي الدورة عدة منتجات اللي هي مثل ما قلت لك الحقيبة، طلعت خالصة على الأخير بنهاية الدورة مع القميص الشيال أو الداخل الفانيلات، يعني شيء كتير رائع، وآلات حديثة يعني مشكورة وزارة التربية بهالآلات الحديثة اللي جايبتها اللي هي فخامة بالصنع وبالأداء وبالكل، ونحن تدربنا عليها الموجودين القائمين، كانت أنسة فريال ولا الصبايا الموجودين مشكورين كتير كتير على المعلومات القيمة اللي قدمونا إياها. تمام. أكيد الله يعطيكم ألف عافية، أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح والاستمرارية. أستاذة سهير حاج محمود، موجهة اختصاصية بالفنون النسوية بتربية اللاذقية، شكرا جزيلا لك، تحية لك. شكرا لكم كثير كثير، وشكرا للأنسة فريال، وشكرا لوزارة التربية ممثل بالسيد الوزير على الدعم اللي عم يدعمونا إياه، وشكرا كثير كثير. شكرا لك. يعني فعلا عم تتحدث الأستاذة سهير أنه تفاجأوا بكمية الآلات الموجودة، النوعية حتى كمان، يعني نحن عم نحكي عن آلات أكيد مكلفة جدا وأدوات مكلفة جدا، يعني فعلا يمكن اليوم إذا بدنا نحكي بواقع العمل أو بواقع الاقتصادي عم نلاقي صعوبات بتأمين هيك أمور أو حتى يمكن وسائل للتعليم. قديش فعلا بيهمنا أنه نحن نكون جديرين بالثقة حتى نقدر نواكب هاي الأعمال، هاي المنجزات الحقيقية اللي عم تقوم فيها وزارة التربية، حتى فعلا نعطي مثل ما بيقولوا أنه ثقتهم بمحلها، أو نعطي الإنجاز المرادف لهذا الموضوع. أنا برأيي مخرجاتنا مفروض يكون عندهم يعني، أو هن جديرين بالثقة بالأمان. يعني أنا في عندي لما بطلعي نسبة من 10 تطلعي 5 قادرين على إيجاد فرص عمل برا،
يعني يشتغلوا يأمنوا حياتهم يأمنوا مستلزماتهم يعيشوا من وراء كد عملهم كدهم هن. فهي أنا بعتبره نجاح لو نص اللي كان فيها. تماما. هلأ الآن حكيت أنه على موضوع النموذج باللاذقية أنه في أنسات أنا بعرف ذكرت لك أنا البعض منه فاتحين مشاغل عم يشغلوا طلابهم أي بعد الدوام. تماما. عم يعطوا دورات خاصة. فرص عمل. أبدا. عم يعطوا دورات خاصة، في ناس قلت لك مختصة مثلا بالسهرات، في ناس سبورات سبور شيك، في ناس فتحوا محلات للسهرات لتأجير الحفلات. تماما. مع التعديلات مع خياطة إذا لازم. ورشات عمل نظامية. ورشات عمل نظامية. بدي أحكي على موضوع الدورة اللي قمناها في حلب اللي كان صراحة متميز جدا بكادر التدريب والناس. أنا مثل ما حكيت الآن إنه صراحة أنا تفاجأت لأنه المدرسة اللي رحنا عليها هي مدرسة صناعة الألبسة للتعليم المزدوج اللي هي يعني نت للخياطة وصناعة الألبسة اللي هي متواكبة مع سوق. ماكينات الموجودة عندهم بمدارسنا العادية نحن كخياطة الملابس ما متوفرة نحن عنا حاليا، ولكن بعد صدور القانون 38 نحن مثل ما قلت لحضرتك أنه أنا هالماكينات التخصصي صارت تلزمني. تمام. فمعلماتي لما دخلوا علي معلمات خياطة الملابس لما دخلوا على الورشة عمل ورشة كبيرة يعني فيها تجهيزات يعني رائعة جدا، معمل كامل معمل. أنا كنت متوقعش صراحة بالبداية أنه ممكن يعني يجب أخلع فيها ولا لا. تماما. بيصيروا فيها ولا لا. والله نتائج كانت مذهلة. نتائج كانت مذهلة يعني الضعيفة فيهم يعني أنا حطيتها في مرتبة جيد. تمام. أي. يعني يمكن هذا الحب والشغف في العمل فعلا. في رغبة أنه يلا بدنا نطلع نرجع مثلا نترك فيها، لا خلينا نشتغل أنسي، لا خلينا نشتغل أنسي فيها. فكان حتى يعني طلعوا منتج رائع جدا. تماما. خلينا ناخذ مادة في المية عن يمكن تخرج لطالبات وبنرجع لحتى نستكمل ما تبقى من حوارنا. تفضلوا الزملاء. عارفيني باسمك؟ إسراء زين العابدي. إسراء احكي لي عن مشروع تخرجك اللي قدمتي اليوم. مشروع تخرجي كان عبارة عن طقم طلعة ماش شاموا، نزلت عليه طبعة عملتها بورشة خاصة. كثير كان مشروع طقم هودي يعني إنه شيء بيعبر عن الموضة وعن الحياة. إنه مرغوب بالسوق كثير كان الطقم صراحة. تعبت فيه بس لقيت آخر شيء نتيجة كثير حلوة. شو شعورك بعد ما قدمتي مشروعك؟ شو شعورك هلا؟ كثير فخورة بحالي، فخورة هيك بالشيء اللي عملته، وإن شاء الله في شيء لسه لقدام أحلى بإذن الله. وين ممكن نشوفك بعدين بعد التخرج؟ هلا إن شاء الله حسب بصراحة القدرة المادية، إذا رب العالمين قدرني أنا رح أفتح مشروعي الخاص بمساعدة أبي إذا الله راد ويعني أهلي، وبكون فخورة بحالي إذا الله راد. اسمي ميسون عقلم، وجهة فنون نسوية بمحافظة القنيطرة. عم تحكي لي عن رأيك مشاريع التخرج اللي قدمون اليوم الصبايا؟ مشاريع حلوة ومتنوعة وتقريبا كلياتها إعادة تدوير من الطالبات، والشكر للمدرسين والإدارة وكل شيء ساهم بالعملية التربوية. قدموهم دور مديرية تربية القنيطرة بأنه تراقب هيك مشاريع؟ مديرية تربية القنيطرة متعاونة جدا معنا من حيث أنه تأمين طلباتنا، تأمين المواد المستلزمات التدريب للطالبات، إلا ما مادة المشروع الطالبة هي بتجيب القماش من يعني من بيتها، وبالنهاية الامتحان أو نهاية مناقشة المشروع بيرجع العمل للطالبة. أنا الأنسة صادة طه، مديرة المعهد الاقتصاد المنزلي وثانوية أمجد إبراهيم المهنية. أنتي شو رأيك مشاريع التخرج اللي قدمون الطلاب اليوم؟ والله يعني أنا شهادتي مجروحة فيهم لأنه هني طالباتي، بس اللجنة أكيد شافت وكتير انبسطت، يعني شغل ترفع له القبعات، الله يعطيهم العافية كطالبات وكمدرسات. شو شعورك وطالباتك بعد تعب سنين عم يقدموا مشاريعهم؟ يعني كتير مبسوطة منهم وكتير مبسوطة بحضور الأنسة فريال والتربوية السورية. عارفيني باسمك؟ هديل بكر.
هدي اللي حكيني عن مشروع تخرجك اللي قدمتي اليوم. كان طويل. شو شعورك بعد ما قدمتي مشروع تخرجك اليوم؟ أكيد مبسوطة يعني. وين ممكن نشوفك مع الأيام؟ والله يعني ممكن أنسى هون بالمدرسة، وممكن يعني أنسى ترسم أو شيء. يسعد أوقاتك، عرفني بحضرتك. أهلا وسهلا فيكم، فاطمة قناص رئيسة الدروس الفنية بالمعهد التقني الاقتصاد المنزلي. تحكي لي عن المهارات اللي بتكتسبها الطالبة خلال عمل دراستها بالمعهد بالسنتين. هلا بتتعلم عنا الطالبة خلال السنتين مهارات كتيرة، يعني ابتداء العمل اليدوي، عنا في تطريز طبعا، في عنا كروشيه، في عنا خياطة، في عنا الغرز اليدوية على ايدها، في عنا رسم وزخرفة كمان، في كتير مهارات بتكتسبها الطالبة خلال السنتين. وهالمهارات هاي كلها رح تطلع بمناقشة المشروع خلال النص الثاني من او نهاية السنة الثانية. يعني مثل ما شفنا يمكن تخرج فرحة كثير كبيرة، وخاصة إذا كان في إنتاج مرضي للطرفين، كان للمعلم أو حتى للطالب. عم نحكي يمكن عن بعض الصعوبات يلي بتواجه أحيانا المعلمين، أو حتى يمكن بتوصيل المواد أو بإلزام الطالب بالعمل. قديش فعلا مهمة أيضا المرشد التربوي بالمدرسة بيمكن توعية وتثقيف الطلاب حتى ينتبهوا على هاي المهنة، وفعلا هي رافد لمستقبلهم بشكل كتير كبير، وخاصة من الناحية الاقتصادية. هلا نحن يعني هي اللي شفناها هلا نتاج نحن عنا هو مشروع نتاج عمل الطلاب خلال مراحل دراسته كلها من الثانوي للمعهد. فهو مكلف للأمانة، مكلف خاصة بالظروف الحالية. فهلا نحن يعني كونه الأجار اليد العاملة صار هو أجار، هو يعني الشخص هو عم ينتج وعم ياخذ فيها. احيانا ممكن المدير المعهد يعني يدعم الطالب شوي، التربيه بتدعم الطالب شوي، بنقدر مثلا ندبر امور بين هون. في ناس احيانا عندنا مساعدات صراحه من المجتمع المحلي شوي، انه بتساعد الطالب. تمام، يعني في شراكه في المجتمع المحلي او دعم. كانت يعني خجوله تماما. في هلا في انا مثلا شفت بمدينه النبك، هلا هي كانت بالقنيطره هون امكانياتهم الى حد ما ماشي، في ناس ماشي حاله، في ناس ايه مقبوله، والكل طلع انتاج. تماما، يعني ان كان بمساعده ولا غير مساعده كل طلع انتاج، لانه مردود العمل رح يجي على له بالنهايه، مهما كانت خساره رح يجي على الطالب بالنهايه. اما بالنبك، بالنبك كان في المجتمع المحلي كان داعم عظيم، يعني دعوان وعطى نتاج رائع جدا صراحه. الأمانة كثير كان في نتاج حلو، كان في كثير نتاج مميز يعني. في حضرت مثلا بحما كمان كان في بيدعموا بعضهم، في عندهم تمام. جمعيات خيريه، في عندهم كذا، في داعمين. هو مثل ما رجع بحكي نحن المشروع مكلف خاص بالظروف الحاليه تمام. وخاصه بظروف الاهالي لكل الناس، ولكن الطالب قد ما كان مكلف بيطلع نتاج لانه فرحان بيتخرج بده يصير انه حقق شيء في حياته بالنهايه اللي هو نتاج عمله خلال السنوات كلياتها. يعني من منبرنا من منبر التربويه السوريه بدنا نوجه الف تحيه لكل راعي وداعم شريك ايضا بالانتاج بالمؤسسه التعليميه. شكرا جزيلا لتلك الجهود المبذوله اينما كنتم، تحيه لكم فعلا لانكم دائما تبنون المستقبل من خلال أبنائنا. شكرا جزيلا. كلمة أخيرة أستاذة فريال للطلاب وللمعلمين توجهينا من خلال شاشة التربوية. الكلمة الأخيرة للطلاب وللناس عموما، من اللي بيدخل اختصاص التعليم النسوي يعني شيء اللي إذا قالت الاسم أو شيء هيك اللي بيعتبروا الناس فيها فهو الكسبان. تماما، لا يستخف الموضوع لانه مهاراتنا كويسه، مهاراتنا بتفيد في الحياه العمليه حتى لو ما اشتغل برا وكانت امكانياته باب للمستقبل العمليه فيها بالنهايه. وراح اوجه شكر طبعا لكل
القائمين على العملية التربوية تماماً. من مدرسين إداريين مدارس تربيات اللي تلحق أن بالنهاية عندنا الوزارة ممثلة بالسيد الوزير ومعاون الوزير كلهم على روح واحدة يعني وطلباتنا ما رح أقول 100% مجابة بس ما بيقصر قدر الإمكانيات كوزارة التربية ما عم تقصر تجاه للطلاب وللمدارس بإمكانياتها تماماً. أكيد ألف شكر لكم وتحية لجهودكم. شكرا جزيلا لحضرتك الأستاذة فريال رجوب وحضرتك الموجهة الأولى للتعليم المهني والمسؤول الأول عن مهنتي التعليم النسوي خياطة الملابس الحلاقة والتجميل في وزارة التربية. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لحضراتكم على اهتمامكم بهالمواضيع هذه. أهلا ومرحبا بك. أيضا مشاهدينا الشكر موصول لكم لحسن المتابعة. أود أن أشكر الفريق العامل بالإعداد الأستاذة سكينة جديد محمود وراما تاج الدين وأيضا الأستاذ صفوان بيضون وبالإخراج وصال عبود ومنكم ومني أنا ألف تحية. شكرا جزيلا للمتابعة. إلى اللقاء.